الأخ السائل عن الصاع، هذا الصاع أرسله لي فضيلة الشيخ صالح بن حميد مع الأخ الشيخ محمود بن عبد المجيد قائم بأعماله رحمه الله. وهذا المد كوحدة ثابتة، كوحدة ثابتة ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاع. إذا أنتجت الأرض أقل من 5 أوسق ليس فيها صدقة، تقريبا 5 أراضيب يعني مثلا أو أكثر شوي.